بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخواني أخواتي المغاربة الزول في اللون أيثما لستما مغربين. في بداية هذا الشريط فيديو أريد أن أتكلم على ظاهرة الهجرة السرية التي تتبعناها جميعا على صفحات الفيسبوك مؤخرا. هذه الظاهرة وهي ظاهرة القوارب الموت التي عادت من جديد لتستأنف نشاطها بين المغرب وإسبانيا. هذه القوارب إخواني يركبونها شباب من أخير شباب المغرب، وهذا الشباب يعرف جيدا أن حظوظه في الموت أكثر من نجاة، لكن هؤلاء الشباب هاجروا لا من أجل المال، لأن الأرزاق بيد الله. هؤلاء الشباب هاجروا وطنهم الذي لا يوفر لهم حياة كريمة، لا يوفر لهم فرص الشغل والعمل، هاجروا هروبا من الفقر، هروبا من التهميش، هروبا من البطالة. هذا الشباب هاجروا بحثا عن الإنسانية، هاجروا إلى بلدان التي يستوي فيها المواطن والسياسي، ويستوي في جميع الحقوق الاجتماعية، الحماية، الصحة، العناية. هاجروا إلى بلدان القانون، بلدان الذي يوجد فيه الإسلام ولا يوجد فيه المسلمين. هاجروا من وطنهم يوجد فيه الإسلام، لكن للأسف لا يوجد مسلمين. لهذا أقول لك الله يا وطني، ولهذا أنشدنا أنشودة عن هؤلاء الشباب الذي ترمي بهم الأمواج في ضفاف البحر. سي محمد بسم الله رحمة. حزنا ذا مازير ذو دايش دوري سيجار بحرارة ومغرب يا اينا واساي وخوا ويوسار تاك هذا مزخي حزنا وايا ويوسار تاك هذا مزخي حزنا شوف استي بزمالي شباب الروح حزنا في سنغاي المشاهد